يلا يلا واخيرا واخيرا وصلت. هاي هاي انقلع من هذا المكان، ممنوع الدخول. شنو ممنوع الدخول؟ صار لي ساعة كاملة ابحث عن هذا المخبأ الاسطوري. يا عفو الله. هاي هاي ممنوع هنا توصل يا غبي. طيب اني اريد اعرف يا صديقي شنو موجود داخل هذا المخبأ مال النار الاسطوري. اسمعني يا صديقي. اوه انت اوغا مو؟ اكيد اني اوغا الاسطورة. اليوم لازم 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 ادخل الى هذا المخبأ الاسطوري. اوه يعني انت متحمس مو؟ طبعا اني متحمس. لحظة، هذا هنا موجود باب. ايه طبعا موجود باب يا صديقي، بس اني اسف ما راح اخليك تقدر تدخل الى هذا المخبأ الناري الاسطوري، لانه هذا المخبأ غالي كلش. ليش ما تروح للمخبأ الرخيص، المخبأ الثلجي الازرق؟ المخبأ الثلجي وينه؟ واو المخبأ الثلجي. يا عفو الله يا عيال، والله شكله رهيب هذا يا صديقي. طبعا طبعا يا اوغا رهيب. اسمعني اني مستعد اخليك تدخل هذا المخبأ الثلجي الخرافي الجميل وتكتشف شنو موجود داخله يا صديقي، لانه انت اسطورة. لا انا ما يعجبني ادخل المخبأ الثلجي، اريد ادخل اقوى مخبأ بالعالم، المخبأ الخطير، مخبأ اللافة او النار الاسطوري. بس يا اوغا هذا المخبأ غالي وخطير كثير، يعني انت معقولة تريد تخاطر بحياتك؟ طبعا اخاطر في حياتي، انا اليوم لازم ادخل هذا المخبأ. طيب راح اخليك تدخل مقابل تجيب لي ستاك دايموند، اذا جبت لي ستاك حبات دايموند راح اخليك تدخل الى المخبأ الناري والمخبأ الثلجي اثنيناتن مع بعض مقابل ستاك دايموند. اوكي بس ستاك دايموند والله غالي يا اخي، هذا مجرد مخبأ. احترم نفسك، شنو مجرد مخبأ؟ هذا المخابئ الاسطورية، المخبأ الناري يا اخي، اذا تشوف الاغراض اللي داخله راح تنصدم. لا 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 هاي الحركات ما تمشي علي. والله العظيم اليوم حاط لك شغلات خرافية داخل المخبأ الناري وايضا المخبأ الثلجي راح تنصدم، والمتابعين كلهم راح يقولون واو اول مرة اشوف كذا شغلات خرافية. يعني انت متأكد؟ طبعا طبعا حاط لك جهاز يكشف الاشباح يا اوغا. شنو؟ جهاز كاشف الاشباح؟ وات؟ يشتغل وما يشتغل؟ طبعا يشتغل، وراح يعني ما اريد اقول لك شنو موجود بعد، بس شغلات خرافية. اوه يا عيال والله اني متحمس، خلاص خلاص اريد ادخل اني. هاي 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 شنو تدخل؟ روح جيب لي ستاك دايموند وتعال بسرعة. اوكي اوكي ابشر ابشر. يا عفو الله يا عيال، سمعتوا يقول اكو جهاز كاشف الدايموند؟ انتم تعرفون جهاز كاشف، قصدي جهاز كاشف الاشباح، اقدر استخدمه ايضا بالرحلات الكهفية ويكشف لي اماكن الاميرالد والدايموند والجولد وشغلات خرافية. هاي كسرت، خلي ارجعها. اوكي اوكي يا عيال هاي خلي ارجعها مكانهن. يلا اوه هذا صندوق فاضي، اوكي مو مشكلة. يلا بينا يلا بينا يا عيال، قسما بالله يا عيال انا الحين فرحان كلش ومستمتع ويعني متحمس. اوه قال جيب ستاك دايموند. يا عفو الله هذا اوغا اذا يرجع للبيت راح انتقم من عنده. اوه يا عيال زوجتي زعلانة من عندي، شلون نسيت اني؟ اوه الحين ما اقدر اروح للبيت واطلب من عندها فلوس لانه راح تطردني. طيب خلي اروح للبيت او للمزرعة مال جدي الكبير العجوز، اوكي ان شاء الله يقدر يساعدني يا عيال، اقول له يعطيني دايموند. هو اصلا فقير يا عيال، من وين راح يجيب لي دايموند؟ اوكي خلي نشوفه. جدي وين راح؟ وين راح يا عيال؟ شنو هذا المكان؟ يا عفو الله يا عيال شنو هذا المكان؟ اوه جدو صاحب المزرعة كانت عنده مخابئ واني ما اعرف، شكله غادر المكان يا عيال. اوكي اوكي مو موضوعنا، انا اليوم راح اروح اجيب الدايموند وراح اروح باسرع. اجت لي فكرة، خلي اروح للمخبأ السري مالتي اللي اخبئ بيه الدايموند. الله يا اوغا تشوفون هذا الصندوق يا عيال. اوكي اوه هاي شنو صاير هنا؟ اوكي مو موضوعنا. اوكي انا ما راح اصعد من هنا لانه زوجتي راح تكتشف هذا المكان مالتي، راح ادخل من هنا يا عيال واجي من هنا راح تشوفون مكان اسطوري انا دائما اخبئ بيه الدايموند عن زوجتي. حتى زوجتي ما تقدر تسرقني. يلا يلا خلينا نطلع من هنا ونصعد. هلا والله. اوكي خلينا نروح للصندوق باسرع وقت واجيب الدايموند. يلا يلا راح اغلق المكان. اوه راح ينغلق. اوكي اوكي خلينا نجيب الدايموند. قال ستاك دايموند الحمد لله عندي 23. والله يا عيال شكلي ما اقدر ادخل، بس خلينا نحاول. اربع قلوب يلا مو مشكله.
خلي احاول واقول له يساعدني ويعطيني ويخليني ادخل الى المكان الاسطوري تبعه اللي هو الحفره الثلجيه. شنو الحفره؟ المخبأ الثلجي او الماء الازرق والمخبأ الناري. ها ها جبت الدايموند، وين ستاك الدايموند؟ هذا ستاك الدايموند. شوف لحظه خلي احسبهن. اوكي احسب معي. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 لا 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 لحظه 22 23 حبه دايموند. ها وين الدايموند البقيه؟ صديقي أني آسف بس ما معي دايمود بعد، بس هذا اللي عندي. شنو ما عندك دايمود؟ انقلع من هنا يلا يلا، ما راح أخليك تدخل يلا. توقعتك أنت معاك كثير فلوس. طيب صديقي والله العظيم أني ما معي فلوس، فلست وما أقدر أروح للبيت، زوجتي تطردني تريد تعاقبني. مشكلتك يا أوغا. أنت عندك خيار ثاني، إذا تريد تدخل هاي المخابئ الأسطورية لازم تروح في مهمة تسافر عبر الزمن وتروح ساعد أمير سلو في تحدي خرافي. وات؟ أساعد أمير سلو وأسافر عبر الزمن؟ طبعاً راح تروح تنتقل إلى أمير سلو في عالم ثاني ولازم تساعده بالتحدي مالته، وبس تساعده وتخلص بعدها ترجع لي وأخليك تدخل هاي المخابئ الأسطورية. أوكي؟ واو خلاص خلاص. وشلون نروح الأمير؟ روح ادخل داخل هاي الحفرة هناك يلا. اوكي يلا بسرعه اني اراقبك حتى ما تغش. طيب اذا ادخل بالحفره شنو راح يصير؟ راح ينقلك زي ما قلت لك التحدي غريب عشوائي راح تساعد في امير سلو الاسطوره. روح ساعده يلا. اوكي اوكي يلا يا عيال. اوه هاي شنو هنا؟ هاي برش بليت صفراء او ذهبيه، يلا اضغط عليها بسرعه قبل لا تصير الدنيا ليل. اوكي اوكي يلا 1 2 وي. اوه امير امير وينك يا امير؟ تعال شوف. أوه. امير شنو شوف 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 شنو موجود؟ شوف واو هاي شنو اوغا؟ والله ما اعرف انا، امشي نكتشفها. امشي واو امشي. شنو هاي؟ ايش موجود؟ هاي متاهه، متاهه عملاقه. ايش والله موجود؟ حارس. أوكي. حارس اثنين ثلاثه ثلاث حراس موجودين. هاي سلام عليكم حارس متاهه. سلام عليكم. هلا هلا وعليكم السلام. استاذ الحرس المتاهه الذهب، شلون نقدر ندخل لهاي المتاهه يا اخي؟ بس قل لي شلون. لازم شروط، لازم تجيب شغلات عشان تدخل. اوغا دا يقول لازم انه احنا نجيب الشغلات. شنو هاي شغلات؟ احنا عندنا فقط 100 ديار، احنا صادق عندنا فقط خبز. ثواني عمو الحارس شوف، يعني انت تدري احنا وضعنا فقراء، شوف بيتنا كله من الديار، خلينا ندخل ونوعدك الجائزه اللي نحصلها نعطيك نصفها، شنو تقول؟ لا لا ماكو ماكو لا 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 تضربنا لا تضربنا خلاص، هذا هذا شكله ما راح يساعدنا. شنو رايك نروح لهذا المتاهة مال الاميرالد الطويلة؟ اصلا اللي. اصلا ما نحتاجه، امشي امير خلي نروح لهذا الاميرالد افضل. امشي 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 ما نحتاجه. امشي امشي. اي سلام عليكم. سلام عليكم. هلا والله صاحب حارس متاهة الاميرالد، شلونك؟ ها وين الدايموند؟ وين الدايموند؟ هاي شنو؟ هاي شنو؟ هاي شو صار؟ اوه يا ويلي يا اوه، انا كثيت مثلجات والجو بارد وتمرضت. اوه يا ويلي بلايبي. اوكي اوكي خلاص. شلون صوت زي كذا اوغا؟ شلون هذا؟ اوه سبحان الله ماين كرافت. اوكي اوكي ماين كرافت. يلا يلا شوف صديقي كم السعر مالتك؟ اوه 100 دايموند، قصدي دايموند دايموند، اريد دايموند، جيبوا لي ستاك دايموند. امير خليني نطي ستاك دايموند، هاي ستاك دايموند نطيها. اسكت 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 لا اشوفك. يلا انا راح اغطي. اطي دايموند، اطي اطي دايموند. تفضل. هاي شنو دايموند؟ يا هذا خبز يا فاشل، هذا خبز يا نوب. اوه اريدكم تجيبوا لي ايميرالد الحين، انا غيرت رايي ما اريد لا دايموند ولا شيء، يا غشاشين يا مخادعين. يلا انقلعوا. لا 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 اسحب عليه اسحب عليه. اسحب اسحب. صوته متغير وسد على نفس المكان هذا. زعل من عندنا. اوه زعل. او شوف اوقع عندنا هنا متاهة الدايموند يا ساتر. بس لحظة هاي مرة صغيرة. لحظة ليش الدايموند صغير والله عجيب، شنو هاي الاشياء المتغيرة؟ والله ما ادري، لان مو دايموند نادر يعني ما عندهم بلوكات كثيرة حتى يقدرون يسوون كمية مرة اسطورية مال دايموند. اي سلام عليكم. السلام عليكم. الدايموند. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ شلون الصحة غالي؟ ها قل لي شنو موجود عندك هنا بهاي المتاهة؟ شنو موجود؟ في اغراض يا اخي تستفيدون منها. اوه يقول موجودة اغراض داخل المتاهة دايموند يا اوغا. قال اغراض نستفيد من عندها، يعني مثلا شنو؟ تشست بليت درع؟ انا ما احتاج هالاشياء، احتاج اشياء احسن. لا لا طيب اشياء تدخلك الى المتاهات الاخرى. اوه دايق لنا شغلات راح تخلينا ندخل الى متاهة الايميرالد. ثواني يعني مثل شنو؟ لا لا بعدين بعدين لما تدخل تعرف. خلاص 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 ماكو مشكلة. طيب احنا نريد ندخل، شنو لازم نسوي يا حراس؟ في قوانين يا اخي، في قوانين. طيب طيب قل لنا شنو هاي القوانين اللي لازم نحن نسويها على مود ندخل الى المتاهة؟ اوه هذا الباركور. هذا الباركور. ايش موجود؟ ايش موجود داخل هذا الصندوق؟
اوكي انا راح اوصل لاول واحد ما اسوي الباركور. اوكي لا 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 ممنوع ممنوع ما راح تدخل يا ولا تعال. اوكي طلع الشاشين التمام. اوكي اوكي خلاص امشي 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 قدام. يلا 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 روح انا قدام. بسم الله بسم الله. لا يا ورع ليش صيحتني يا ورع؟ لا يا ورع اتعداك تصعد. يلا والله ما خليك تصعد. لا طيحني كمان. لا طيحني. لا لا والله انا اصعد قدامك. يا سريع سريع لا والله ادفعك. والله ادفعك. لا لا اوكي لا طحت. الله يوفقك تستاهل. اوكي كمان انا اصعد قدامك. انا اصعد قدامك وخر. اوكي امشي يلا امشي خلاص. اوكي يلا تعال. اوكي يلا تعال المن وابو اولا. تعال يلا روح امشي يلا. سبقتك سبقتك سبقتك. ما حد شاف. سبقتك سبقتك. شنو طحت مسكين؟ لا لا والله حرام عليك. انتظرني انا انتظرتك. وصلت 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 وصلت. اوكي اوكي خليني اشوف شنو موجود. اوكي جيت لك جيت لك جيت. يلا يلا شباب اللي يريد يعرف شنو موجود داخل هذا الصندوق خلي يحط لايك واحد. بسم الله. او توتم. او شنو حب التوتم يا اوغر. اوه حلو. انطيني 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 انطيني. لا لازم ننطيها لهذا الحارس حتى هو يدخلني. اعتقد هاي لازم التذكره. أوكي. يعني أوكي. التذكره هي التوتم. والله يمكن ما اعرف. خلي نروح نشوف شنو اللي راح يصير. اوكي جزء جزء من التوتم هي التذكره. اي يا حارس متعد الدايموند لقينا هذا التوتم. جبت التذكرة. التذكرة هاي التذكرة. يلا يلا ادخلوا ادخلوا. لحظة امير مو بهاي السهولة اني ادخل. خليه يدخل هو قدامنا يمكن اكو فخ. اوكي ما اعتقد. هذا فاير. عارفه عارفه هذا صديق صديقي صديق قديم. شوف دخل قدامنا. تعال امشي قدامي. تعال امشي قدامي. حلو حلو حلو. اوكي يلا انا ولو ما اثق بيهم بس مو مشكلة. امشي يلا بسم الله يا ساتر. نروح الحين. مغلق طريق مغلق. شنو مسدود منه؟ اي مسدود مغلق. اوكي مسدود حلو. اوه منها طريق. طريق. أوه. انا امشي على الطريق وثم اجد الابريق افركه يخرج البطريق وماذا سنجد في الصد. اوكي اوه صندوق في الطريق. أوكي. وماذا سنجد في الطريق؟ لقينا صندوق. اوكي ماذا ودايما راح تشوف. هروب 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 وخر وخر. ما لقيت شيء ما لقيت شيء ما لقيت شيء. انا ما لقيت شيء. وخر وخر. اوكي 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 اوغا اوغا دايل اوغا. هذا دايما استفاد من عنده. نروح بيه لهاي المتاغ يا اخي. خلي ارجع اصنع لي تشست بليد ودروع. ما عندي دروع يا اخي. يا تشست بليد يا اخي. هو قال لنا هذا صاحب متاهه الايميرالد. حتى ندخل لازم نعطيه ستاك دايموند. اوكي والله صحيح. خلاص اخذه روح خلينا نشوف شنو راح يقول. اوكي يلا يلا. أوكي. هلا والله. هلا 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 حياكم الله ومية هلا. اهلا صديقي. هلا والله. لحظة هذا اسمك كرم. هلا والله بكرم. هلا لا 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 انا مو اسمي كرم. انا اسمي جويسم. اوكي لا هو شو مكتوب؟ ايش مكتوب على اسمك كرم؟ اسكت مالك شغل. انها ماين كرافت الاسطورية. اوكي اوكي شنو شو جاي يطير توه. اوكي يا ساتر. لحظه قبل لا تدخلون خليني اتاكد الدايموند حقيقي او لا لان انتم خدعتوني بالبدايه اعطيتوني خبز يا فاشلين. اوكي هذا دايموند والله العظيم. طيب طيب اوكي سمعوني انا قبل لا اخليكم تدخلون المتاهه الاميرالد الاسطوريه هاي مالتي الكبيره اكو شغله اريدكم تسوونها اللي هي تسوون باركور التحدي مالتي. وين موجود هذا الباركور؟ موجود خلف المتاهه مالتي يا فاشلين. يلا روحوا سووها وما خليكم تدخلون. يلا خلي اغلق الباب على السريع اني. اوكي يلا ما اريدكم توصلون هنا. يلا امشي يا اوغا امشي. يلا يلا سووا التحدي مالتي. يلا قبل لا تدخلون المتاهه. اوكي يلا اوكي سهله امشي سهله امشي سهله جدا. امشي امشي يا اخي. وانا البرجر ما ادري التحدي. اوه هذه اوه سهل. اوكي انا هاي المره اصعد قدامك وخر. لا لا انا قدامك. انا دائما افوز عليك يا اخي. ما يصير. لا يا لعن خيرك وخر يا ورع. وخر وخر لا يا اوغا عفني عفني. انا اصعد قبلك يا اخي. اوه ورطني هذه. وخر انا ارد اصعد. بالبدايه طحت. هاي المره ما راح اطيح ان شاء الله. والله ما اخلي والله ما اخلي والله ما اخلي. وخر وخر. اوكي كافي 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 كافي. خليني انا اصعد. انا اصعد الاول. اوكي اوكي طعدت. انا ماني طيحتك يا اخي. ليش كذا انت دفعتني؟ انت دفعتني. اوكي وخر بس وخر عني. خلي اوصل. ماني مو اني كافي. اوكي كافي يا الله. مو اني لا تدفعني. ايش وقت رح نوصل يا اخي؟ وصار الدنيا لي. مشكلتك هاي. اوكي مشكلتك. اوكي يلا يلا. لا يس وصلت وصلت. ايش موجود بالصندوق؟ ايش موجود بالصندوق؟ مالك شغل. شنو موجود بالصندوق بس قل لي. اكلها جولدن ابل راح اكلها. لا 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 التذكره ذيك. التذكره اللي راح دخلنا. اوكي التذكره. اوكي يلا امشي امشي امشي. يلا جولدن ابل مطوره. ليتس جو. امشي قدام. يلا يلا يلا. هلا والله هلا والله. امشي بنا. يلا امشي امشي امشي. يلا يلا. اوكي هلا والله. اوه وين راح يا ويلي؟ ها جبت التفاحه الذهبيه مو؟ اي هاي التفاحه الذهبيه يا ساتر والله العظيم شكلها لذيذ.
اي يا فاشل يا اوغا. ها خلاص خلاص لحظة اوغا انت راح تصير المفتاح، تعال دخل راسك بالباب يلا. اوكي راح ادخل راسي دخلت. اي يلا تستاهل حتى تتعلم بعد لا تاكل المفاتيح. حسبي الله عليك حسبي الله. يلا دخلنا المتاهة اوغا، دخلنا 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 اوكي اوغا كبيرة هاي ما لازم نفترق. لا تنسى عني المفتاح، اذا خلص الجولد نمبر راح تتورط. اوكي اسمعني لا تغشون، يلا انقلعوا منا اوكي. يلا كملوا التحدي. يلا يلا. اوكي يلا اوكي صديقي اوكي. يا الله يا اخي المشكله يا اخي تخبل ترى المتاع ما تدري وين الصندوق هذا. اوكي يلا يلا انا تخبلت. يلا 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 خلينا نجي منا. اوه اكو شيء والله العملاق هاي المتاهه بشكل مو طبيعي. تمام حتى الغش ما نقدر نسوي الغش هنا. وش ايش تغش مكان مرتفع؟ تمام من وين الطريق؟ من وين من وين يا رب منا يا رب والله العظيم ما ادري جزء منا انا احسه منا انا. لا عشان لقيت الصدى ماكو شيء ماكو شيء يا عيال ماكو شيء. شنو المتاع عيال؟ اوكي اوكي والله العظيم متاع صعبه. احنا اصلا ما تحركنا. تعال منا تعال منا تعال منا يا رب يطلع صحيح مغلق. شباب والله المتاهه تيهتني يمين بالله. اوكي يا رب الطريق صحيح يا رب الطريق صحيح. جاي 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 اعتقد منا انا اول مره نوصل لهذا الطريق. خطا ارجع. يا عفو الله والله مستحيل بس مو مشكله. يلا 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 خلينا نشوف منا شنو هاي. جاد المشكله لازم نتفرق لازم نتفرق. اوكي ما ادري اني والله تخبلت اني. اوكي اوكي مو مشكله يا رب اطلع طريق صحيح. يا ويلي والله احس نفسي راح ارجع من البدايه ما ادري ليش. اوكي انا لقيت طريق لقيت طريق انا من هنا والله ما ادري. ثواني يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ابلي وينه وينه لقيته. اجيت لك يا امير وينك لقيته شباب. اوه هلا والله شنو موجود لقيت الصندوق شنو موجود. شوف 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 اوه شوف والله رهيب الرايد وجولدن ابل و17 بلوكة اميرالد. اعطيني حصتي تراني المفتاح مال التحدي هذا لا تنسى. اعطيني حصتي. لحظه 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 صاحب متاهه العملاقه مال الذهب قال لي ادروعني ذا الرايد. اي والله صديق و17 بلوكة اميرالد يعني هذني الشغلات اللي احنا حصلناهم بهاي المتاهه راح نروح نوديهم لوين؟ الى متاهه الذهب العملاقه. امشي قدامي يا امشي امشي بس شلون راح نرجع؟ من وين نطلع؟ الله ما ادري الله يسر ولكن هم زين لقيتها نقطه الي اوغا انت خسرت. احترم نفسك لو ما اني والله العظيم ما تقدر تفوز بهذا التحدي. هذا الباب اوكي تعال والله قريب اوكي. اي والله المره سويناها على السريع يا عيال. اوكي اوكي يلا يلا يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه. اعطانا غراض شكرا 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 بس ما اريد شكرا. اوه دايموند اوكي اوكي يلا امشي 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 يلا سلام عليكم. هلا والله هلا 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 والله والله جبنا لك. انت ايش قد قلت لنا من حبه جولدن ابل حبه لو اثنين لازم حبة جولدن ابل و 18 بلوكة 18 لا قال 17 غشاش قال 17 لا 18 احنا عندنا فقط 17 وفل الدروع نذر رايت. يلا نذر رايت يعني narrates all يا اخي narrator off. اوكي اوكي تو هنا صندوق كان يمكن بيه اشياء. اوكي شال هذا شاله صاحبه. ايه ما يعطيكم اي شيء. يلا انقلع اكلت التفاحة مالتي. اوكي اوكي مو مشكله حسبي الله. يا اخي ليش ورطت انا واكلت التفاحه مالتي ترى راح انطيك اياها ان شاء الله بس تعرفون. اوكي اوكي يا استاذ زين ارجوك ممكن تسامحنا بالبلوك وتفتح لنا هذا خلينا ندخل يا اخي والله اريد نكتشف شنو موجود داخل هاي المتاهه. ارجوك الله يعطيك العافيه احنا والله كملناه يا اخي. تمام زين اسمعني زين والله العظيم زين اسمعني والله العظيم اذا ساعدتنا وخليتنا ندخل هاي المتاهه الاسطوريه اوعدك والله العظيم كل شيء ما راح اعطي راح انطيك كل شيء تريده ان شاء الله. اوكي اوكي يلا فتحنا استاذ يلا فتحنا هذا افتح الباب يلا انت افتحوا انا مو معي انا ماما بكاك اكسر بيدك اكسر اللي جوت اكسر اللي جوت اشتغل بيدك ما حد يفيدك. اوكي يلا اكسر اكسر يلا من وين تقدر تجيب هاي الامثله يا اخي. امشي لك اسكت وكل بسكت يلا تعال ادخل بسرعه تعال. اوكي اسكت وكل بسكت يضحك حبيب الروح عبال احبه ما يدري هو نعال يعتك اذبه. ادخل يلا تعال شباب شباب لا تخربون علينا لازم نكسر يلا شباب من عنده بكاكس جيبونا بكاكس شنو هاي لا مستطيل او مستحيل مو مستطيل. اوكي راح نطول مليار سنه يلا نقدر نكسرنا يلا اكسر اوكي يلا كسر يلا روح كافي يلا اكسر قربين كسر يا عفو الله طول يمين بالله. اوكي لو مخلي كابويب احسن من هذا. اوكي لا يا كابويب يلا اكسر يس اوكي خلي مدراسي منها. اوكي
لا يا ورد خرب عليها. اوه كسر كفو 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 انكسرت؟ ايه تعال إيه من البدايه هيك يا اخي من البدايه ليش كذا العذاب؟ اوكي يلا زين والله العظيم كل شيء ما راح اعطيك امشي 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 يلا اسحب علي اروح على اليمين ولا على اليسار اكو تفرعين الحين ثواني اوكي إيه. انا دائما كانت امي تقول لي اسلك الطريق اليمين بس راح اروح يسار اوكي لا تسمعوا كلام امهاتكم امشي اوكي لا ما يصير ما يصير شباب سمعوا كلام امهاتكم خلاص راح اسمع كلام امي لاول مره امشي امشي ان شاء الله راح ارجع من اليمين امشي حتى اثبت لكم طريق الطريق مال امي اليمين خطا مو قلت لكم خطا امشي شنو بس زد مكان خطا يما اذا جاي تشوف الفيديو طريق خطا اوكي تمام امشي امشي انا من الطريق الصحيح اوكي اه صحيح مو متابع مير اوكي اي شنو هاي يا عيال عيال شنو كلكم راح تدخلوا المتاهه بس انا واقف هي هي امشي 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 ويا امشي ناخذ الغنيمه كل احنا بيها امشي مالكم غرض امشي يلا هلا والله امشي امشي زين بسم الله زين 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 انا انا وياك نقدر امير اوكي نصادق امير امشي 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 احترم نفسك اوكي ترى جهه سمعك ترى عبالك انا ما سمعك احترم نفسي اوكي احترمت نفسي وبعدين وبعدين انت واحترم نفسك يا ويري انا واحترم نفسي بس شلون احترمك هذا المكان صار ضيق اوكي ماي جاد بلوك واحد هذا الطريق اوكي تخيل هسه يطلع سلابات موجوده اوكي 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 اولي شنو باركور يا هذا الباركور اوه هذا التحدي الاخير يا اوغا سوينا التحدي الباركور دايموند سبقني سبقني راح يخمط لي مغاربي زين لا تخليه يصعد زين دفعه 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 لا تخليه يصعد اوكي اطلع اوغا خلص زين دفعه دفعه دفعوه انا بالصداره انا بالصداره جميل 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 اوه لا 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 زين جاي يلعب زين دفعه 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 زين دفعه لا 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 دفعه دفعه زين دفعه والله موت والله موت اوكي طاح زين طاح طاح او ماي جاد شباب قربت اوصل لا 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 لا, لا ما يصير كذا والله ما يصير كذا اوكي اوكي او ماي جاد شباب يلا راح نوصل للنهايه راح نشوف شنو موجود بعد في البدايه مساكين لا انا جاي في البدايه اوكي اوكي بسم الله ما بخي شيء بخي اثنين ثلاثة اربعة بخي لي خمس بلوكات لا خمس بلوكات لا نسيت شفت لا 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 شباب والله مساكين بعدين بالبدايه ما قدروا يسووا لا 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 والله العظيم ما يصير كذا يا عيال اوكي باقي لي بلوك 2 3 4 5 والله العظيم هسه صار اربعه وين وين خلينا نشوف شنو موجود يلا يلا شوف دروع شباب اللي يريد شو اللي يريد يعرف شنو موجود داخل هذا الصندوق مال هاي المتاع العملاقه مال الذهب خليه يضغط لايك ويشترك بالقناه ويفعل جرس الاشعارات شباب سرقوا الصندوق يلا هجوم على الصندوق يلا صندوق هذول من وين جابوه هاي لا 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 سرقوه اي سرقوا الصندوق لا شباب غمطونا صندوق صندوقنا يلا 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 او ماي جاد او ماي جاد همزين حصلت الالترا همزين اوكي وين الالترا لا انا لا لا, لا, لا راح اعطيكم الالترا شباب راح اعطيكم الالترا ثواني ثواني تعالوا تعالوا شباب انا اريد الالترا انا اريد الالترا انا اريد الالترا اخذ هذه هاي الالترا تفضل هذه الالترا اوكي 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 ممتاز من اخذها وين فاير وين فاير وورك انا عندي فاير هذا ساك فاير وورك تفضلوا شباب هذه فاير هاي الالترا ثانيه هاي الالترا ثانيه الالترا ثانيه اخذوا 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 اي كفو واو قطرني والله خلينا نشوف والله العظيم متاع عملاقه يا ساتر شوف الحجم مالته كلش كبير اوكي ايه. اكبر من مستقبلي والله. تمام والله يلا يلا اوغا هسه اجى الوقت المناسب اللي راح نغير من خلاله البيت مالتنا من ديرت الى دايموند هسه وين صرنا اغنياء يا اخي صرنا خليني اساعدك خليني اساعدك اوكي ثواني خليني اغير هاي بابا ببلوك ثواني وليه شنو اوه شنو اوه ماي جاد شباب تغيرت المتاهه اوه يا عفو الله ثواني ثواني حتى الباب انغلق الباب انغلق مره ثانيه شباب اعتقد هاي المتاهه تلخبطت او تخربطت او ما ادري ايش صار بيها هاي هاي صاحب متاهه النذر رايت مو كانت هسه متاهه ذهبيه شلون تحولت الى متاهه نذر رايتيه اي هذه المتاهه يا اخي ملعونه ما ادري ايش فيهم شفتوها انت يا ويلي سبحان الله سبحان الله ماين كرافت ماين كرافت اسمع اسمع هاي المتاهة يقول صاحبها انه هاي المتاهة ملعونة اذا اذا اكتشف الصندوق اللي بيها راح تتغير يعني هسه احنا اذا يعني إيه؟ يعني يعني اي واحد يفتح الصندوق ويعرف شنو موجود داخله راح تتغير المتاهة كلها ايه والله العظيم ورطه هاي طيب سهله نقدر نصعد من هنا ونشوف شنو موجود لا ممنوع ممنوع لا اوه دمت اوه ممنوع انتبه انتبه المتاهة ملعونة انتبه يا اوغا انتبه انزل انزل جوا انزل احسن لك انزل نزلت 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 اوكي طيب قل لي قل لي شلون يا 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 زين شلون نقدر ندخل لهاي بكل اختصار هاي المتاهة اريد ادخل لا لازم تحطوا كل اغراضكم بالشستات لا مستحيل انا هاي الاغراض مالتي ما تنازل عنها اوغا اوغا بس افتهم علي يعني احنا المتاهة الذهبية وشوف الشغلات اللي لقينا بيها
تخيل هاي المتى مال النذر رايد شنو تتوقع راح الاقي بيها؟ يجوز شغلات احسن من هاي بملتي مليون مره. يا اوكي ثواني ثواني زين احكي الصدق، منو الاحسن المتاهه القديمه مال الجولد او الذهب او متاهه النذر رايت؟ يعني اريدك تتكلم صراحه. لا هذه احسن بألف مره. اوكي يعني اكيد اكيد النذر رايت اقوى بمليون مره من الدايموند يا اخي. شبيك انت؟ طيب قول والله مرتين حتى اصدق. ليش يعني؟ والله والله الحين تمام ما دام حلفت والله والله، اذا طلعت كذاب الله راح ينتقم منك. تعال اوكي يلا حط كل شيء خليت اغراضك كلهم خليت. اوكي دقيقة عندنا بعد شوي موارد بالبيت لازم نكسرها من البلوكات الدايموند اللي خليناها ولازم نروح نشيلهن. تعال تعال زين ما راح اعطي اغراضي. اوكي امشي تنطق كل شيء. لا اوكي لازم تخلي كل اغراضك. تعال تعال اكسر معي هذا البلوكات الدايموند مالتني. ما عندي بكاكس. يلا يلا انتظرني هسه راح اكمل اكسرهن بهاي الطريقة ونروح لازم كل الشغلات راح نخسرها ان شاء الله، حتى الالترا والفاير ورك لازم تخلي لي اياها. لا مستحيل اخسر الالترا. لا كل شيء كل شيء راح نخليه كل شيء. اوكي راح نخليه هيك. اوكي الدروع همينه والالترا والله مفسخين صره. انا فسخ. يلا اوقع دورك يعني كله نخليهن. كل شيء تخلي كل شيء كل شيء تخليه. اوكي 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 لا لا يعني هاي اغراض حتى التوتم اخليها. يا ساتر يا ساتر كل شيء. يلا كل شيء كل شيء. من وين جالي ساك دايموند هذا؟ والله عادي ما ادري. او ذا دوزع دايموند. اي شنو والله عادي ما ادري. يلا 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 اوقع تعال هسه خلينا ندخل ونشوف شنو موجود داخل هاي. هذا شو اسمه هاي المتاهه مال النذر رايت. اوكي اوكي يلا امشي 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 قدامي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب هاي شلون تغيرت؟ هاي شنو فاير اوقع يمين ويا يسار؟ انا امي دامت تقول لي روح يمين. خلاص ماما راح اسمع كلامك. اوكي بعد ما سمع امشي امشي امشي. لا تشيل الشباب لازم تسمعون كلام ماما وبابا. اوكي تمام امشي بس مو كل مره. اوكي امشي 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 انتظرني. هي يلا 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 وصلنا. هاي نفس المتامة قبل شوية ولكن متغيرة البلوكات. اوه ما شاء الله شوية المتاة متاة تغير بلوكات غريبة شباب والله اول مرة شي بشي زي كذا يمي بالله. عبا نيو. اوكي اوكي ما باقي شي ما باقي شي خلينا نوصل اول مرة ونشوف شنو نهايتها. هو المفروض يكون موجود باركر مثل ما موجود قبل شوية ولكن السؤال هل الصندوق شنو راح لاقي بيه بالضبط؟ وينكو صندوق؟ الصندوق اللي فوق. تعال لا اي كفو. بدينا بدينا بدينا. لا شباب هاي المره لازم انه اني اوصل. همينا المره الاولى. وخر وخر لا ضربه ضربه والله جيت اغش دفعك. لا لا اي شفتك زين وصل قبلنا. كفو زين زين اريدك تدفع عمير باي طريقه. اذا دفعت انطيك هديه. اوكي لا طع طع شباب نو واي. كفو 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 وصل. لا 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 شباب لا شنو هاي شنو هاي. اوكي 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 لا يا ويلي هاي شنو صار؟ انا متت له شنو وات انا رجعت هنا. هاي شنو اللي اعطاني اياهن؟ اوكي هذا درج. يلا يلا اطلع يا اوجا. مبروك مبروك. شنو مبروك؟ انا فزت بالتحدي. لو خسرت انا طحت من مكان مرتفع وخسرت. لا 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 انا قلت لك تساعد امير سلو بالتحدي والحمد لله والشكر امير انت ساعدته ووصل الى نهايه التحدي وفاز. فيعني انت الحين ربحت ويانا يا اوجا الاسطوره. واو شكرا شكرا. طيب شنو هاي الادوات؟ هذا السلم حتى تطلع بي يا اوجا. اوه شكرا شكرا يعني هذا السلم ما احتاجه بعد. لا 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 راح تحتاجه. يلا الحين عندك مفتاحيا منو اللي راح تدخل له بالاول؟ اوه يا عيال اكيد راح ندخل الى المخبأ الناري. اوكي يلا لحظه لحظه خلينا ندخل اول مره الى المخبأ الثلجي ونقول بسم الله. هنا احط المفتاح. ممتاز ممتاز يا عيال. اوكي بسم الله. هاي ما ينفتح. طبعا ما ينفتح الباب. لازم الحين كل المتابعين يحطون لايك ويشتركون بالقناة ويفعلون جرس الاشعارات. اوه يلا يلا شباب بنات هاي احتاجكم تساعدوني بيها. حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات يا حلوين. يلا الحين خلينا نجرب ندخل. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اوه صندوق. يا رب يا رب داخله شغلات خرافية. 3 2 1 اوه دايموند حلو. كم حبة دايموند حصلت؟ 8 وحصلت 4 حبات إميرالد. هذا خاتم. لحظة لحظة يا عيال هاي الأدوات شنو؟ أوكي أكو أشياء أول مرة أشوفها أنا. لحظة لحظة أوكي أوكي خلي نجرب يا عيال هاي الشغلات اللي أنا حصلتها. لحظة أوكي أوكي بس خلي نشوفها. أوكي هاي شنو؟ هاي شنو يا عيال؟
اوه تحولت الى شنو هي وات تحولت الى قزم. اوه والله حبيت الحركه يا عيال رهيبه هاي اول مره اشوفها اني. حلو هاي جربناها. الخاتم هذا مال زواج مو؟ اي تقدر تهديه لزوجتك هديه حتى تسامحك. اوه شكرا شكرا. هذا خاتم زواج ذني شفناها. شنو هذا السرير اكيد شايفين ذني شايفين هني يا عيال. اوكي دايموند ايميرالد اوكي شايفينها. اوكي خلينا نجرب هاي شنو هاي اعتقد ساعة مو؟ اوه ساعة لونها ازرق. كفو هذا شنو؟ يخليني ارسبن جيش كامل يا عيال. كفو هذا الجهاز. هاي اللي بعدها شنو؟ والله ما اعرف هاي. هيا اوجا تقدر تسوي بها بوابة السفر عبر الزمن. رهيبة. طيب هاي شنو؟ اوكي اول مرة اشوف هاي الاشياء يا عيال. هذا شنو رأس الحصان؟ وات شنو هاي؟ يا عيال شنو هاي والله العظيم ما اعرف اني. لا 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 لا, لا تستخدم هاي ترس بين وحوش يا اوجا. ان شاء الله راح نجربها بالحلقات القادمه يا عيال. اوكي هذا شنو هذا الثلج اعتقد مو؟ والله ما اعرف. اي هذا ثلج يا عيال. اوكي مو مشكله. والاخيره اللي هي هاي. اوكي يلا. اوه هذا منظار. الله يلا الحين روح جرب الكهف او المخبأ الناري. اوه صحيح المخبأ الناري يا عيال. يلا يلا اوكي خلينا نخلي هاي الاغراض هنا بالانفنتوري عندي مثل ما جاي تشوفون. اوكي اوكي يلا الحين راح ندخل المفتاح. هذا المفتاح راح ندخل. اوكي راح ندخل الى المخبأ الاسطوري المخبأ الناري. اوكي اوكي يلا بسم الله. يلا 3 2 1. اوه يا عيال يا عفو الله. اوكي اوكي قال اكو جهاز يكشف الاشباح. اوكي الحين راح نشوفه وينه يا عيال. هذا اكيد تعرفونه من نار لافا. اوكي تعرفونها يعني. اوكي تمام. هاي الاندي كريستال اكيد هم تعرفونها تمام. وهاي شنو هاي لافا. اوكي ونعرفها. هاي ايضا نذر ستار. هذا شنو لحظه وات شنو صار شنو صار؟ يا اوكا هذا جهاز كاشف الاشباح. تشوف يخلي السماء تصير خضراء ويكشف الاشباح. اوه واو يا عيال الجهاز هذا يكشف الاشباح. يا عفو الله يا عيال والله رهيب. اوكي خلينا نجرب نكشف الاشباح بالمدينه يا عيال. نشوف ونشوف يا عيال والله العظيم ما اعرف. لا لا الاشباح مش موجودين هنا، موجودين بالكهوف يا اوجا. هاي من تدخل الكهف تكشف الاشباح وتكشف الاميرالد والدايموند. واو شغلات خرافيه يا عيال. فا اوكي شباب بنات مثل ما تشوفون حصلنا شغلات رهيبه بعمري ما شايفين اكو بيهن، خاصه هذا الجهاز رهيب يا عيال قسما بالله. وهذا المنظار وهذا اللي حولني صغير وهذا يرجعني زي ما كنت. فا اوكي شباب بنات لا تنسون الحين كلكم تحطون لايك وتشتركون بالقناه اذا ما مشتركين، وتابعوني على الانستغرام رابط حسابي مال الانستغرام في الوصف. وبس مع السلامة باي باي.